في قداس إلهي حاشد، احتفلت الراهبات الفرنسيسكانيات مرسلات مريم في الأردن بعيد الطوباوية ماري دو لا باسيون مؤسسة الرهبنة، وذلك في كنيسة القديس يوحنا دو لا سال في جبل الحسين، بحضور عدد من الآباء الكهنة وجمع كبير من المؤمنين والمؤمنات. التفاصيل في سياق التقرير التالي. احتفلت الراهبات الفرنسيسكانيات مرسلات مريم في الأردن بعيد الطوباوية ماري دي لا باسيون مؤسسة الرهبنة بقداس إلهي في رعية القديس يوحنا دو لا سال الفرير جبل الحسين. ترأسه كاهن الرعية الأب عصام الزعمط بمشاركة الأب زيد حبابة راعي الكنيسة الكلدانية في الأردن، والفرير ألبير ألفونس والشماس الإنجيلي بيرو زركنيان، وبحضور الأخت سناء سماوي الراهبة الفرنسيسكانية المنظمة للحفل وعدد من الراهبات وجمع غفير من أبناء الرعية. وفي بداية القداس تحدث الأب الزعمط عن روحانية الطوباوية ماري دي لا باسيون وعن تأسيسها للرهبنة المقدسة التي امتدت في العالم أجمع، وعن عملها بتنشئة الرهبنة بروح الفرح والمحبة، وعن ضم الرهبنة إلى رهبنة القديس فرانسيس. هذه الرهبنة تأسست في 6 كانون الثاني عام 1877. عملت الأديرة في أماكن كثيرة من العالم وعلى تنشئة الدعوات للرهبنة في الحياة الرسولية، دائماً بروح البساطة والأخوة والفرح في الحياة الجماعية في كل دين. ضمت هذه الرهبانية إلى رهبنة القديس فرانسيس، وقد اقتنعت المؤسسة الطوباوية مريم دي لا باسيون بأن الحياة الفرنسيسكانية كانت طريقها، وما جذبها هو روحانية القديس فرانسيس. فعلى مثال القديس فرانسيس، نحيا الإنجيل في قلب العالم بروح البساطة والفرح والأصغرية، وعلى مثاله نطوق قبل كل شيء إلى أن يكون روح الرب فينا ويعمل من خلالنا. حرصت الطوباوية ماري دي لا باسيون على أن تكون الراهبات في الدير الواحد من جنسيات مختلفة، علامة لوحدة أبناء الله، إنه الملكوت على الأرض. كما كانت تحرص دوماً على العمل بمواصلة رسالتها ومثالها في ذلك العذراء مريم، كانت تقول: يا مريم، إني أود أن أواصل رسالتك وأعمل بها، وأن أقول معك طوال حياتي: ها أنا آمة الرب، فليكن لي بحسب قول. في هذا المساء المبارك وبهذه المناسبة نطلب من الله تعالى لراهباتنا هنا في الأردن، نطلب لهن النجاح في عملهن الرسولي تحت حماية الأم السماوية بما أنهن مرسلات مريم، وأن يعشن روحانية القديس فرانسيس للسير في خطى المؤسسة. ونقول جميعا مبروك لراهبات الفرنسيسكانيات مرسلات مريم، وكل عام وأنتن بخير. وخلال القداس الذي أحيته جوقة الكنيسة الكلدانية بالترنيم، رفع التقادم أمام مذبح الرب على نية الراهبات المحتفلات وعلى دوام حياتهن الرهبانية. نقدم مع هذه الشمعة ذواتنا للرب، سائلين أن نعكس نوره وحبه لكل من يدعهم في طريقنا. كرة أرضية، إن مكياس هبة الذات هو الرسالة، لذلك رسالتنا شاملة وإيماننا بالمسيح
يوحي لنا بالانطلاق نحو إخوتنا البشر من كل عرق وثقافة ودين لنعلن بشرى المسيح القائم. الإفخارستية هي القوة والنور للرسالة الشاملة، حيث المسيح بجسده الممجد يسند العالم ويقدم ذاته للكل في حب بلا حدود وبلا استثناء، فلنغذي محبتنا من ينبوع الحب هذا. لابد من كلمة شكر بسيطة للذين ساهموا في إنجاح هذا القداس الإلهي، والذين لبوا الدعوة بحضورهم ومشاركتهم المجانية. أود أن أوجه شكر خاص مليء بالاحترام والمحبة والتقدير إلى كاهن الرعية الأب عصام المحترم، والأب زيد المحترم، والأخ ألبير، وكل أخ الموجود معنا اليوم لشاركونا بصلاتهم. شكراً. والشماس بيرو، والشكر الجزيل للنورسات وبالأخص الدكتورة باسمة سمعان. شكر خاص أيضاً لأعضاء الجوقة الذين ساهموا من خلال الترانيم بجعل هذا القداس احتفالاً جميلاً. كما أود أن أشكر أيضاً جميع الأصدقاء والأحبة الحاضرين معنا في هذه الرعية. باسمي وباسم أخواتي راهبات الفرنسيسكانيات مرسلات مريم، نتمنى لكم جميعاً من صميم القلب أن يمنحكم الله حياة سعيدة مليئة بالخدمة والعطاء والسعادة بشفاعة أمنا الطباوية ماري دو لا باسيون. سلام المسيح معنا جميعاً، وكل عام وأنتم بخير. ومن الجدير بالذكر أن الطباوية المولودة في نات بفرنسا عام 1839 والمتوفى عام 1904، قد أعلنها البابا يوحنا بولس الثاني طوباوية في روما عام 2002. لك الحمد أيها الآب الكريم على هذا العطاء المقدس، ونسألك أن يفيض الروح القدس على الذين نالوا قوة من العلا فيتأيدوا بنعمة الوفاء والإخلاص في خدمتك حتى النهاية بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. يبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح.